وفجأة طلعت لوسي علبة من حقيبة كوتا كان فيها قوقعة، فأخدها وبلش يتطلع فيها بحزن لأنه هي قوقعة أخته اللي ماتت، وقال لهم هي آخر تذكار من أختي قبل ما تموت بمرض، وبما أني رجعت لهون فكان لازم جيبها معي. فأخدتها منه لوسي وكسرتها وابتسمت، فعصب كوتا ومسكها من قميصة وقال لها شو اللي عملتيه يا بنت الكلب؟ قلت إن تذكار من أختي مو هيك؟ بشو كنتي عم بتفكري؟ فراحت يوكا بسرعة بعدته عنا، ولوسي انصدمت من ردة فعله وخافت، وهو قال لها اطلعي من هون، قلت لك انقلعي. فبلشت لوسي تبكي وطلعت ركض من البيت، ويوكا قالت له ربما بعد ما صرت حزين بعتقد انها فكرت انه هاد خطأ القوقعة، اذا انت رح تكون حزين كل ما تذكرت اختك كاناي بعتقد انه كاناي رح تكون حزيني كمان، انا رح اطلع لدور عليها. وبالسما كان في مروحة.